كان سائق السيارة رجلا يبدو في عقده السادس، وقد دأب على أن يصطحب كل مساء من باب الثانوية فتاة من تلك الفتيات. ركبت نورا ذات مساء إلى جانب الحاج. في الغد شاع في الثانوية خبر مقتلها. كان الجميع حتى تلك اللحظة يحسب أنها راحت ضحية حادثة سير، ولكن سرعان ما تبين أن الفتاة ذات 16 ربيعا إنما تعرضت للقتل. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. ذئب في باب الثانوية. أجيال كثيرة تذكر الراعي والغنم في سلسلة كتب اقرأ للمطالعة. كان الصبية لا يخفون ارتياحهم حين يبلغون إلى آخر القصة التي يحكيها النشيد. كانت تقول: هرب الذئب هرب الغادر. كانت نهاية سعيدة لقصة يتحاور فيها الراعي والغنم. كانت تلك القصة ترسخ في مخيال الصغار صورة الذئب الشرس المتربص بالغنم بالخراف الوديعة، وكانت في الآن نفسه تورث الصغار تلك الإحالة القوية على صفات الذئب لدى كائنات بشرية انتهازية تتربص بقليلي الخبرة والتجربة والغافلين ومن هم في حكمهم. وكثيرا ما نسمع فلان ذئب ماكر، وكثيرا ما حذر الآباء أبناءهم من ذئاب الشارع. من فصيلة تلك الذئاب البشرية أولئك الذين يشاهدون عند أبواب المدارس والثانويات يترصدون التلميذات وينصبون لهم فخاخا تتعدد ألوانها وأشكالها. نحن في العام 98-900 وألف أمام ثانوية إبن الخطيب بسلا. تعود التلاميذ على رؤية سيارة فاخرة تقف غير بعيد عن باب الثانوية كل مساء قبيل خروج التلاميذ. كان سائق السيارة رجلا يبدو في عقده السادس، وقد دأب على أن يصطحب كل مساء من باب الثانوية فتاة من تلك الفتيات. وهكذا وقعت في شباكه نور الأخضر ذات 16 ربيعا، رصدها وسلط عليها فتاة من بنات الثانوية كانت تقوم لحسابه بدور الوسيطة لدى من اشتهتها عينه. كان يدفع بسخاء للوسيطة ولمن تقع في حباله، وكان فضلا عن ذلك يعد الواحدة منهن بأنه سيحرص على ألا تفقد عذريتها. كان يعلم أن لحيته الكثة التي غزاها الشيب بانتظام بديع تضفي عليه وقارا، ولن يشك أحد في أن التي تكون معه في السيارة إنما هي ابنته أو حفيدته. لم يشك أحد يوما فيما يقوم به. ركبت نورا ذات مساء إلى جانب الحاج، وتحركت السيارة الفاخرة السوداء من أمام ثانوية ابن الخطيب وأخذت وجهة الهرهورة. كان الحاج يملك هناك سكنا ثانويا. تكررت اللقاءات. كان الشيخ يعاملها بلطف، وقد بدا حريصا على ألا تفقد عذريتها، وكان يدفع لها بسخاء في كل مرة يعيدها إلى سلا. ذات مرة حدث الذي كانت تخشاه نورا. فقد الشيخ التحكم في نفسه وفقدت اليافعة عذريتها. صدمت الفتاة، لقد ضاع منها عنوان شرفها وشرف أسرتها، ويا لهول ما تقبل عليه من أيام. نهض الشيخ ومضى إلى الحمام يغتسل ويتوضأ لصلاة المغرب. لما كان في الحمام هاتفت نورا زميلتها وسيطة الحاج، حكت لها الذي حدث.
نصحتها بأن تطالبه بإيجاد الحل، وأشارت عليها أن تستعمل هاتفها النقال لتسجيل ما سيدور بينهما من حديث. لما فرغ الحاج من الصلاة صاحت نورة في وجهه، قالت له إنه أفقدها شرفها وما عليه إلا أن يجد الحل. صمت ولم يرد، أدخل يده في جيبه وأخرج بضع وريقات من فئة 200 درهم وناولها نورة. قالت الفتاة وهي تبكي إنما تريده أن يتزوجها وأن يصلح غلطته. إذ ذاك سقط عن الشيخ قناع الرجل الطيب الهادئ، صار يصرخ في وجهها وينعتها بشتى النعوت، نعتها بالعهر. كانت نورة قد أطلقت عملية التسجيل بواسطة هاتفها الذي دسته في ملابسها الداخلية. قال لها إنه لا يخاف وعيدها وتهديدها. لم يشفع لنورة بكاؤها ولا توسلها ولا قولها إن الذي حدث سوف يعرضها للطرد من البيت لأن أسرتها سوف تتبرأ منها، كل ذلك لم يشفع لها. بالنسبة للشيخ الوقور فإن نورة ليست سوى لحم طري استهلكه بمقابل مالي وكفى. خرج من تلك الدار المطلة على الشاطئ في الهرهورة، ركبت إلى جانبه، كانت تتوسل إليه، ولما لم تر منه تجاوبا لجأت إلى الصراخ علها تلفت انتباه مارة أو شرطي يتدخل. كانت تحاول الإمساك بالمقود، وكان هو يرد بصفعها وضربها في أنحاء مختلفة من جسمها الطري. زاد من سرعة السيارة، ولما بلغ منطقة شبه خالية توقف، نزل ودار حول السيارة وفتح بابها، أخرجها وألقى بها بقوة على الأرض، سقطت على مؤخرة رأسها. أغلق الباب، ركب وانطلق مسرعا. ظلت نورة ملقاة على الطريق عدة دقائق قبل أن يكتشفها سائق تاكسي كان مارا من هناك. أبلغ الشرطة، حسب أن الأمر يتعلق بحادثة سير فر مرتكبها. لما وصلت الفتاة إلى المستشفى كانت قد فارقت الحياة. صباح اليوم التالي حضر إلى مفوضية الشرطة بسلا والد نورة الأخضر، جاء يبلغ عن غياب نورة، قال إنها ذهبت إلى الثانوية ولم تعد في المساء. أبلغه الضابط المسؤول عن تلقي البلاغات بأن شرطة المرور نقلت إلى المستشفى مساء أمس فتاة قضت في حادثة سير. لما توجه والد نورة إلى المستشفى في مستودع الأموات تعرف على ابنته، تم تسليمه ملابسها وما كان بحوزتها من أشياء وفي جملتها هاتفها المحمول. إلى حدود تلك الساعة كانت الشرطة تعتقد أن نورة ذهبت ضحية حادثة سير مقرونة بجنحة الفرار. ضحى ذلك اليوم شاع في ثانوية ابن الخطيب خبر مقتل نورة الأخضر في حادثة سير. كان للخبر وخز في ضمير زميلتها تلك التي توسطت للشيخ حتى مكنته منها، وسواء بسبب وخز ضمير أو خوف من أن يفتضح شأنها، فقد قررت تلك المراهقة أن تتقدم إلى مفوضية الشرطة بسلا لتقول ما تعلمه عن اليوم الأخير في حياة نورة الأخضر. استمع العميد رئيس المفوضية إلى تلك الفتاة التي أخبرت عن قصة الهاتف النقال. قالت إنها تعتقد أن نورة سجلت كل ما دار بينها والشيخ الذي لم تكن تعرف له اسما غير الحاج. صارت الشرطة الآن أمام جريمة قتل يتعين فك لغزها. أبلغ وكيل الملك بالمستجدات وأوكل إلى العميد الإقليمي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية البحث فيما جاءت به زميلة نورة. في سياق ذلك التحري حضر إلى منزل عائلة الأخضر الضابط الممتاز محمد الهيلوتي وقام بحجز الهاتف المحمول لنورة، كانت البطارية بحاجة إلى شحن. بعد ساعة تسنى للمحققين الاستماع إلى كل ما دار بين نورة والشيخ. في المستودع البلدي للأموات كان الطبيب الشرعي قد باشر فحص جثة نورة، استنتج أن بكارتها افتضت منذ ساعات، كما تم رصد سائل منوي. كان يتعين على الباحثين أن يصلوا إلى الفاعل، لم يكن لديهم من سبيل غير الاعتماد على ما ستدلهم عليه الوسيطة زميلة نورة. هي تذكر أنها لما وقعت في شباكه في الموسم الدراسي الفائت اصطحبها إلى عمارة كانت في طور البناء وكانت بها مع ذلك شقة مجهزة ومفروشة. استنتج المحققون أن الأمر يتعلق بشقة نموذجية. اصطحبوا الفتاة إلى المكان،
تعرفت على العمارة بالرغم من أن عمارات أخرى نمت بجانبها. بالنسبة للضابط الممتاز محمد الهيلوتي، فإن الذي كان يستطيع استعمال الشقة النموذجية يجب أن يكون من المسؤولين عن المقاولة التي تولت بناء العمارة إن لم يكن صاحب العمارة نفسه. ولذلك توجه الضابط إلى السلطة الإدارية وأجرى بحثا على مستوى الجماعة مكنه من معرفة اسم الشركة مالكة المشروع. تسلسل البحث بسرعة ومكن من معرفة المتصرف الوحيد للشركة، اسمه إبراهيم بحسين، ويسكن في حي سويسي في زنقة طه حسين بالرباط. انتقل الضابط الممتاز الهيلوتي ومعه الفتاة إلى العنوان المذكور. كان الوقت ظهرا. سأل عن إبراهيم، أجابه حارس بأن الحاج في منزله وأنه لا يخرج سوى وقت العصر. وتفاديا لكل خطأ في هوية الشخص المطلوب، قرر الضابط أن يتريث وينتظر آذان صلاة العصر. لزم السيارة مع الفتاة في مكان يتيح مراقبة باب منزل إبراهيم بحسين. لما رفع آذان صلاة العصر في مسجد مجاور، شاهد الضابط باب المرآب ينفتح، وبعد دقائق أطلت منه سيارة فاخرة سوداء. قالت الفتاة إنها سيارته. لما ظهرت السيارة كاملة قالت إنه هو. إذاك استوقفه الضابط. كانت ردة فعله أنثار في وجهه، قال له مهددا إنه سوف يعلم مع من يتعامل. كان الضابط الهيلوتي قد أمر أعوانه باعتقال الرجل واقتياد السيارة إلى مقر ولاية الأمن. كان الستيني ذو اللحية الكثة التي غزاها الشيب بانتظام بديع يتوعد الضابط بأوخم العواقب، لأنه يتهم بالفساد رجلا ورعا ومن الشخصيات المعروفة باستقامتها في المدينة. في جملة الأمثال الفرنسية أن اللباس لا يصنع الراهب. أمر بتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا، عثر بها على بضع شعيرات لأنثى. لما قورنت بشعيرات من رأس الهالك نورة اتضح أنها شعيراتها. كان الستيني ينكر ما ينسب إليه، وكان الضابط الموكول إليه التحقيق يعلم أن التسجيل الصوتي غير كاف، ولذلك لما ثبت أن الشعيرات لنورة أيقن أن الطوق يشتد الآن حول رقبة ذي اللحية الكثة. أخذت من دمه عينة لمقارنتها بالسائل المنوي الذي تم اكتشافه على جثة نورة. جاءت النتيجة تؤكد أن السائل له. لما أيقن أن أمره انكشف قال إن نورة استسلمت له بمحض إرادتها. حسب أن ذلك سيخفف عنها، نسي أن القانون حمى القاصرين. تمت إحالته على النيابة العامة لتغريره بقاصر وارتكابه جناية اغتصاب أدت إلى الافتضاض واقترنت بجناية قتل. ملفات بوليسية.